السلام عليكم، نوفي مطبخ مويت ان شاء الله راح عند لكم فطيره يعني توجد في دقائق خفيفه ظريفه مليحه بزاف الكوتي تاع الدراري الحشيه حتى مع الصباح، يعني لو طون ولادك يوض يغسلوا وجوههم تكوني انتي وجديها. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ وبالمناسبه نعتذر اني غبت عليكم يومين لكن لظروف خاصه. اليوم واش راح عند لكم هذا الوصفه؟ واش راح فيه؟ واش راح نحتاج فيها؟ راح نحتاج فيها بيضه كامله، زوج مغارف كبار تاع السكر، قرصه تاع الملح، مور صغيره تاع لافاني، نص كاس تاع الحليب، نص كاس تاع الزيت، كاس ونص تاع الفارينه، وكيس تاع الخميره. هذا واش راح نحتاج في الوصفه تاع نهار اليوم، يعني حاجه خفيفه. نبداو بالطريقه مباشره. اذا ندير البيضه، ندير لها زوج مغارف كبار تاع السكر، ندير لها نص كاس تاع الحليب، ندير لافاني ونخلطهم مع بعض. ندير لهم قرصة تاع الملح، ندير نص كاس تاع الزيت، وندير كاس ونص تاع الفرينة، هذا الكاس، ونزيد النصف، وندير معهم كيس تاع الخميرة. نغرب الكل شيء وندخلهم في بعضهم. علاش سميناها فطيره؟ لانها ما تجيش طالعه بزاف. اذا ها هو الخليط تاعي واجد، يعني غير تدخل الفرينه في بعضها نحبس وتخلط. هنا نحبس. اذا هنا الفطيره تاعي واش راح نطيبها؟ راح نطيبها في المقله. هنا عندي المقله فيها 24 سنتيم الكبر تاعها فقط، يعني ماهيش كبيره بزاف. ندير لها شويه تاع الزيت، يعني الا كانت المقله تاعك كبيره ضاعف في المقادير. اذا ندهنها، نبدا بكم تكون المقله يعني ما تلصقش، ونهبط الخليط تاعي. ونسوي الوجه مليح ونحطها فوق نار قليله ونخليها حتى تحسيها انه طلعت وطابت من تحت. نقلبها الى مش على الفرن تاعي، نار قليله ونحطها، ولازم نغطيها. اذا نغطيها نخليها حتى تطيب، تطلع لنا ونعاود نرجع لكم. اذا هنا راهي نشفت الفطيره تاعي وتحسيها انها طابت. اذا نسيي كيفاش نحيها غير بالعقل لكن، ونقلبها. اذا ها هي الفطيره تاعي قلبتها، الان نخليها تزيد تحمر من تحت ونحيها. مثلا هنا تبيها حمرت لك شويه عادي كرطيها فقط، ها هي ويتنحى لك هذاك الاحمرار الزايد، يعني راح تجي العمليه سهله. يعني كرطيها تمتم كي مادام راهي مازالت شويه مقمشه، لانه غير تطرى بعد غير تنحيها راح تطرى، راح تجيك صعيبه باش نحي هذه الطبقه. اذا نحيها نكمل نطيبها من تحت ونجوزو باش نزينوها مع بعض. اذا هنا الفطيره تاعي راهي طابت هدا، ونخرجت هدا ونحيتها من المقله تاعي، راهي مازالت سخونه. هنا التزيين يبقى اختياري، انا مش راح نزينها، راح نزينها بالشوكولا للطلي مادام راهي سخونه، ندهنها عليها. وكل وحده يعني تقدري ديري مربى، يعني واش عندك في الدار زيني. فقط الوليدات نعرفهم بلي يحبوا الشوكولا، اذا راح ندلهم شويه تاع الشوكولا للطلي على الوجه. اذا نمشيها مادام راهي سخونه، راح تمشي معنا بكل سهوله. حوالي زوج مغارف كبار راح تكفينا. اذا نديرها على الوجه. اذا هنا كي تكون الخبزه تاعنا سخونه راح تجينا سهله هذيك الشوكولا باش ندهنوها. اذا ندير لها بهذه الطريقه،
اشكال فقط باش نزينو الخبيزه تاعنا. اذا هنا زينتها فقط بشويه تاع الكاوكاو عندي محمص ومطحون، زينتها شويه تزيين كما قلت يبقى اختياري لو واش حبيتي تقدري المعجون. الجوز الهند احنا قسمناه امامكم فقط باش تشوفوا القوام تاعها كيفاش يجي، تجي بزاف خفيفه هذه الفطيره هذه، راهي مازال سخونه. بسم الله، رغم ان مقاديرها بسيطه. اذا ها هي الفطيره تاعنا، تجي روعه، نتمنى انكم تجربوها. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.